أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الأخ الرائع جورج بول، والموضوع راح يكون طبعا الإعجاز العلمي في القرآن. بالبداية خلونا نرحب بالأخ جورج. أهلا وسهلا فيك جورج. أهلا جان، وأهلا بكل المتابعين. مبسوط إن أنا أبقى معاكم مرة تانية. شكرا. أهلا وسهلا فيك جورج، أهلا وسهلا، منورنا جورج. طبعا نحن موضوعنا العجز العلمي في القرآن. يعني بداية خلينا بس نعرف شو هو الإعجاز العلمي، شو بيعني الإعجاز العلمي، ماذا يعني إعجاز علمي، يعني شو الفكرة من وراء الإعجاز العلمي؟ تفضل. كلمة إعجاز علمي مجردة بعيدا فين، يعني في القرآن ولا في الأحاديث ولا في صينية التقلية. فكرة إعجاز علمي يعني إن أنت بتعمل حاجة، كلمة إعجاز هو إن أنت تعمل حاجة يعجز الجميع عن الإتيان بها من قبلك، فأنت أعجزت الجميع، يعني أنت عملت إعجازا. أو فكرة المعجزة إن أنت بتعمل حاجة خارقة أو حاجة تسبق بها الجميع، تسبق بها كل الناس، فتصبح انت المخول بها، او انت اللي جيت بيها، او انت اللي اعجزت فيها. هي ففكره الاعجاز العلمي في شيء هو ان انت عملت حاجه علميه او سبق علمي سبقت به الجميع، واتيت به بما لا يستطيع الجميع تفسيره، او لم يكن العالم يفهمه قبل ان تاتي انت به. هذه هي فكره الاعجاز. يعني ذكرتني بالمعجزات اللي كان يسووها، اللي يمشي على المي ويمشي تحت الفي واللي يطير، فيعني هن شالوها من الإعجاز الخرافي حطوها بالإعجاز العلمي، يعني يماشون العصر. الإعجاز العلمي في القرآن، وده موضوعنا النهاردة، أو الإعجاز العلمي في الإسلام عموما، هي محاولة يائسة من شيوخ الإسلام وهؤلاء كهنة الإعجاز لمواجهة العصر الحديث، لأن كل ما كان عندهم قبل ما تظهر فكرة الإعجاز العلمي هي القصص اللي أنت بتقول عليها دي: واحد بيطير، واحد بيركب الحمارة، والحمارة عندها جناحات وبتطلع بيها السماء السبعة، والحاجات البلاستيك دي كلها. لكن ما كانش فيه أي حاجة تتماشى مع العصر الحديث. فاللي عملوه مؤسسي فكرة الإعجاز العلمي إن هم حاولوا ياخدوا حاجات من العصر الحديث ويدوروا على أي حاجة ليها علاقة بيها في القرآن، وبعدين بحبكة درامية وبمسلسل الساحر، حلقة الساحر أو فقرة الساحر، يحول لك كلمتين بساط جدا ملهمش أي معنى أو في منتهى التفاهة في القرآن أو في الأحاديث، يربطهم باكتشاف علمي حديث، ويقول لك إن هذا الاكتشاف العلمي الحديث سبق وأن نوه عنه الإله أو الرسول أو أي حد من هؤلاء الجرابيع من 1400 سنة. فهذا يعتبر إعجازا يا أخي، لأن طالما هو قال الكلام ده قبل العلم ما يقوله ب 1400 سنة، يبقى هو كان عنده معلومات. ولكن هنتكلم طبعا على بعض الأمثلة، هناخد بعض الأمثلة النهاردة وهنشوف الفكرة كلها. يعني ممكن نلخصها دلوقتي، واللي مستعجل يقوم واللي مستعجل يعني يسمع الكلمتين دول ويقوم، وهو ده ملخص الحلقة النهاردة. كل الفكرة لو بصيت عليها هتلاقي ان كل ده كلام فاضي، لان هي مجرد كلمات بيحملوها اكتر من معانيها بكتير جدا، عشان ترقى في الاخر لان هي تبقى حتى تنويه عن الاعجاز او تنويه عن العلم. ولكن في النهاية بتلاقي ان اولا الكلام لا يرقى لمستوى العلم، الكلام غير علمي بالمرة، مفيش اي تفاصيل، هي مجرد كلمات قد حتى لا يكون لها اي علاقه بالموضوع، ولكن لفظ الكلمه دي مع لفظ الكلمه العلميه بيبقى في تشابه فيهم، فيروحوا واخدين هذا التشابه وينسجوا حواليها هذه الحلقه الكبيره. يعني فهو في الاخر كله بلح، مفيش اي حاجه، يعني كله بلح. بس كيف بدأت الفكرة، فكرة الإعجاز العلمي كيف بدأت، وشو الضرورة اللي خلتهم يبتكروا هيك فكرة؟ يعني أعتقد الفكرة بدأت مع مؤسس غوائية الإعجاز العلمي في مصر، مصطفى محمود. أنا متهيألي إن هو أو أحد أوائل الناس اللي تكلموا في فكرة الإعجاز العلمي، والموضوع كان ليه بعد سياسي في الوقت اللي اتكلم فيه مصطفى محمود، لأن في الأول اتهم بالإلحاد، وغالبًا كان ليه ميول إلحادية، وبعد كده في عصر السادات، عصر الرئيس المؤمن، بطريقة ما محدش عارف التفاصيل، لأن كل حاجة حتى التحقيقات معاه كانت تحقيقات سرية ومحدش يعرف عنها حاجة، ومحدش يعرف إيه التفاصيل. لقينا مصطفى محمود ظهر علينا بمظهر جديد، وهو الملحد الذي عاد إلى الإيمان نتيجة العلم.
وبدأ يجيب الفيديوز على ديسكفري شانل وهيستوري شانل والحاجات اللي هي أصلا معمولة عشان تبسط العلم لبسطاء الناس أو للناس اللي ما دخلوش الجامعة أو أي شيء من هذه من يعني هذا النوع من الناس، ويشيل الدوبلاج اللي عليها أو الكلام اللي عليها ويحط هو الكلام المتفصل بتاعه على آيات القرآن. وهو مؤسس هذه الغوغائية الجديدة مصطفى محمود. طبعا الجدير بالذكر هنا أيضا، وقلنا عليها في حلقة قبل كده، كتاب صديقي حوار مع أستاذي المؤمن. الحقيقة هذا الرجل، يعني أنا حاولت إن أنا برضو أجيب أجزاء من مصطفى محمود قبل كده وأرد عليها وبتاع، لكن هذا الرجل أبدع 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 في الموضوع، لأنه هو كان أحد الفانز لمصطفى محمود، فهو يعلم عن مصطفى محمود شخصيا الكثير، يعني مش بس الكلام اللي هو قاله في الحلقات بتاعته برنامج العلم والإيمان، لكن هو كان بيحب مصطفى محمود وكان يعرف عنه حاجات شخصية، ويعرف أولاده ويعرف تفاصيل حياته وتصرفات حياته وتصرفاته الشخصية وشخصيته ومبادئه، فهو أبدع في الرد عليه يعني. بدي أسألك جورج، مين هن الإعجازيين الأوائل خلينا نقول، أو حتى المعاصرين، إذا فيك تذكرنا كم شخصية من الشخصيات هذول؟ في البداية الموضوع بدأ طبعا مع شخصيات المفروض توصف بأنها شخصيات لها علاقة بالعلم، يعني مصطفى محمود المفروض ان هو كان طبيب، ولحد النهاردة في مصر في مستشفى باسمه، مستشفى مصطفى محمود. بعد شوية دخل في هذه الحلقة الجهنمية زغلول الفشار، زغلول النجار، لأن زغلول النجار ما انا ما اعرفش ايه علاقته بالعلم، هو مجرد ان هو حاصل على بكالوريوس علوم قسم جيولوجي، لكن الموضوع بيفتح معاه بقى، يعني هو مستر تخصصك جيولوجي، لكن الموضوع فتح معاه بقى، فبدأ يتكلم بقى في الحديد شوية جيولوجي يعني وبتاع، الإعجاز العلمي في صورة الحديد، وبعدين صورة النحاس والألمونيا والبطاريات القديمة، وبعدين دخل الموضوع معاه بعد كده بدأ يتكلم في الجنين والحاجات الطبية، وبعدين شوية تلاقيه بيتكلم في الفلك والأبحاث الفلكية، والموضوع فتح معاه خالص يعني. وطول ما السبوبة شغالة طبعا عشان تعرف اساس هذا الرجل، بص الرجل ده بيتمول منين، يعني فين كل ابحاثه، فين كل الحاجات اللي بيتكلم عنها، فين الحلقات بتاعته مسجلها، فين بيظهر في انهي قناه، هتلاقيها كلها القنوات القطريه والسعوديه وهذه القنوات الخليجيه، يعني هم اللي بيدعموا الموضوع. بعد شويه باظت الموضوع، باظ خالص بقى، سرح منهم يعني، مبقاش بس واحد معاه بكالوريوس علوم ولا طبيب ولا بتاع، دخل فيه بقى العريفي ومحمد حسان والزغبي وبقيه الزباله، يعني كل الزباله اتلموا على، عاملين زي الدبان اللي اتلم على شويه زباله، فبقى كل اللي يسوى اللي ما يسواش بيتكلم في موضوع الاعجاز العلمي. حتى في عنا شخصية سورية يا رجل، شيء بصراحة شيء مقرف، اسمه الكيالي. ف زمان وأنا مساوي حلقة عن الضباط في الإسلام، أو ما أتذكر عنوان الحلقة، شعب الله الضراط. فالرجل اكتشف كيفية الطائرة النفاثة كيف تطير من خلال الضغط، يعني واحد إذا ضغط فبيطير. شيء مقرف للأسف الشديد، هذول شيء مخزي يعني. وبعدين بتبص تلاقي ناس في الموضوع، يعني يظهر زي هذا الكيالي وغيره، ما تعرفش اصلا ايه يعني ايه خلفيته العلميه، يعني الراجل ده معاه ايه، او بيتكلم في الموضوع ده بناء على ايه، ايه هي خلفيته العلميه، ايه هو مجال دراسته، ايه هو مجال تخصصه، عشان يخول ليه ان هو يتكلم في حاجه علميه. فبتبص تلاقي الموضوع باظ منهم زي زغلول النجار، يعني بدأ مثلا لو كان فيزيائي ولا حاجه يتكلم على الفيزياء، وبعدين شويه بقى تلاقي الموضوع سرح بقى، دخل في الاحياء ودخل في حاجات كتير، لان هي هيصه والهيصه فيها فلوس، فالفلوس بتعمل اي حاجه بقى. بالضبط بالضبط، وهي مسألة فلوس، يعني هذا الكيالي هذا ما أظن، وحتى إذا كان عنده اختصاصات علمية، يعني هل من المعقول عالم يجي يجيب الخرافة ويحطها مع العلم؟ يعني شيء مقزز بكل معنى الكلمة. والعتب على الشعب المغيب، الناس اللي تهز رأسها يعني. وصدقني يا جورج، في يعني لهالكيالي هذا ولا زغلول النجار هذا ولا غيره، لما بيحكوا في مهندسين وأطباء ويهزوا رأسهم، يعني هل الانفصام بالشخصية بين المقدس والعلم، يعني ما عم بيقدروا يفرقوا بيناتهم، بس اللي حتى يحافظوا على الوهم المتوهمينه.
هو شيء محزن يعني فعلا زي ما انت بتقول، يعني تلاقي طبيب او مهندس بيتكلم بيهز راسه لحاجه زي كده، هو يفصل تماما ما بين ما درسه علميا وما يعتقد به خياليا. بالضبط بالضبط. لكن العتب الاكبر على الحكومات، يعني ارجع واقول العتب الاكبر على الحكومات اللي تسمح لواحد زي مصطفى محمود يطلع يقول الهرتله اللي هو قالها على الناس في التلفزيون. لان انت لو عايز انت لو عايز كحكومه عايز تنشر العلم، لن تسمح ابدا لواحد زي مصطفى محمود يطلع يهرتل الهرتله اللي هرتلها على مدار 10 سنين تقريبا وهو بيعمل برنامج العلم والبتنجان. صحيح. يعني المسألة هي مثل ما قلت، الحكومات للأسف هي أغبى من الشعوب هاي. لذلك يعني صلعم قال كلمة يعني مظبوطة، كما تكونون يولى عليكم. يعني مثلا قناة مثل قناة الجزيرة مستضيفة هذا بهلول النجار، وعاملين له إنه طارحين طرح إنه الزلمة اكتشف خطأ نظرية التطور وعلاج فاضي. وللأسف الشديد مثل هيك قنوات إذا بيقعد هذا زغلول النجار بصير بيكذب كذب رسمي، يعني والله على ايدي اسلم وما بعرف كم عالم روسي. طيب اذكرنا اياهم، لا اذكر احد. شو لا، وفي طالع على قناة اقرأ وقال انه على ايده اسلموا 10,000 جندي امريكي لما دخلوا السعودية. يا رجل إن لم تستحي فقل ما شئت يعني، ولو ما فيش حد بيراجع وراك او انت بتكلم مجموعة من البهايم فقول اللي انت عايزه. يعني يذكرني المثل في منهج الثانوية العامة، كان في شخصية بيتكلموا عنها كان دايما يخطب في الناس. فكان مرة قاعد بياكل وجيه واحد يعني هذه القصة تحكي، قاعد بياكل في مرة في السوق في وسط الناس، فغالبا كان دي حاجة عيبة او حاجة يعني. فجي واحد يقول له يا رجل، قال لي هتستحي ان انت قاعد تاكل قدام الناس؟ فقال له لو كنت قاعد تاكل قدام بقر هل هتستحي منهم؟ فقال له لا. قال له هثبت لك ان كل الناس اللي موجوده دي بقر دلوقتي. طلع قام خطب في الناس، فالناس اتلمت في السوق بتسمع الخطبه. بعد ما خلص قال لهم وحدثنا رسول الله ان لسانه يلمس طرف انفه يدخل الجنه. راحوا كل الناس مطلعين لسانهم بيحاولوا يشوفوا طرف لسانه ايه. فراح بص للراجل قال له مش قلت لك ان كلهم بقر؟ بالضبط بالضبط. وللأسف الشديد يعني ثقافة مسيطرة علينا، وشيوخ الدجل دينهم يبيح لهم الكذب، فهم ياخذين مجدهم يعني، وكل فكرهم عم بيسوي شيء صح. طيب جورج، خلينا نبدأ من الإعجاز الأكبر عند المسلمين، يعني غطى العظام باللحم وشواها وفحم مراحل تطور الجنين. شو عندك قلنا بالاعجاز العلمي في مراحل انا بعرف انت كررت الموضوع اكثر من مره، ولكن اصدقائنا بتعرف يعني بيجوا جدد وبدهم يتعلموا اكثر. تفضل. زي ما انت قلت اتكلمنا في موضوع مراحل تطور الجنين ده يعني مئات المرات، ولكن نفس الهرتلة بترجع تاني بنفس المنظر بنفس الطريقة، لغاية ما انت تستنتج في الآخر ان الكلام اللي هم بيقولوا لك ده هو مكتوب في مكان معين، او يعني مقالة معينة في مكان معين، وكلهم بيبقوا قارين نفس الكلام، ويجي يقول لك نفس الكلام زي ما هو مكتوب. وده معناه ان اللي بيقول لك الكلام ده لا يبحث، لان لو كان بحث شوية هيعرف ان كل الكلام ده هرتلة. فهنقول تاني، اولا زي ما قلنا انك تقول شيء اعجاز، ده معناه ان انت جبته قبل اي حد تاني، محدش تاني خالص اتكلم عليه فيه قبلك. فماذا يقول القرآن؟ بيقول لك ان يعني في البدايه خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. يعني ايه يا عم نطفه في قرار؟ قال لك يعني شويه ميه في حته امينه اللي هي الرحم الانثى. طيب هل ده جديد؟ لا، مفيش جديد، يعني كل الناس عارفه الموضوع، يعني كل الناس عارفين ان هي نطفه الرجل او ماء الرجل في قرار مكين. وبعدين يقول لك وبعدين يجي بقى هو ايه يتفلسف عليك، فيقول لك لا النطفه مش معناها نطفه الراجل بس، لا ده نطفه الرجل ونطفه المراه، وكان هو محمد اول واحد يقول، وكان الناس يعتقدوا هرتله رهيبه. لكن لو دورت هتلاقي ان الناس اللي قبل محمد جالينوس ولا غيره قالوا ان المراه عندها سيدز او عندها بذور، وماء الرجل بيختلط مع هذه البذور عند المرأة، وده اللي بيعمل الجنين.
لان من الملاحظات الاولانيه يعني حتى في النبات، النبات لازم يتم تلقيح النبات، وساعات الناس بيعملوا الكلام ده في النخل بايديهم، بياخد هذه البذور الذكوريه يحطها جوه النخله، فبيشوف ان في النخله بذور انثويه، يعني الموضوع واضح يعني. لكن محمد، لان الثقافه اللي كانت منتشره عندهم ساعتها، تخيل ان المراه زي ما عندها، زي الراجل ما عنده المني، المراه عندها السائل اللي بيخرج اثناء الجماع، فتخيل ان هي عندها ماء زي ماء الرجل، والمائين بيختلطوا فبيطلع جنين. والدليل على الكلام اللي انا بقوله ده ان في احاديث كتير جدا بتقول اذا على ماء الرجل على ماء المرأة اصبح المولود ذكر، واذا على ماء المرأة عن ماء الرجل اصبح المولود انثى، واذا على ماء الرجل عن ماء المرأة اشبه المولود اعمامه، واذا على ماء المرأة عن ماء الرجل اشبه المولود اخواله. فهو كان متخيل ان ماء المرأة اللي بيطلع ده اثناء الجماع، اللي هو كل وظيفته في الحياة تليين المهبل وتليين الاحتكاك، هو متخيل ان ده يحتوي على اي شيء في او يدخل في تركيب الجنين بطريقة ما. طبعا عندك القرآنيين بقى ايه التلوية الاحاديث، يقول لك لا الحديث ده ضعيف، والحديث ده حسن، والحديث ده مكسور، والحديث ده مقطوع منه حتة، عشان بس يهرب من هذه القضية، لان القضية دي تفضح كل ما قاله محمد. ولكن هي بتكمل فعلا هذه الآية، يعني هذه الآية تم شرحها في الأحاديث بالطريقة اللي كان يقصدها محمد. ولكن حتى لو خدت القرآن بس هتلاقي برضو كل الكلام اللي قاله كلام غلط. إن خلقنا المضغة عظاما، والباقي المراحل بقى اللي هو يعني إيه، الجنين الأول بيبقى شوية مية، وبعدين شوية مية دول يبقوا زي الدم المتجمد، وبعدين الدم المتجمد ده يبقى عظام، وبعدين يجي العظام يكسر اللحم ويطلع ناس أفاقين زي هيثم طلعت، يقول لك في الكتاب الفلاني في مش عارف اللحم العظام تسبق اللحم بأجزاء من الثانية. طب هل محمد قال إن العظام تسبق اللحم بأجزاء من الثانية؟ ولا أنت جبت منين أجزاء من الثانية؟ قال لك كل الناس كانوا فاهمين غلط، وهو اللي جه صلح المفهوم. طب اللي هيصلح المفهوم ده يا صديقي، اللي كاتب المفهوم مين؟ واحد زي جالينوس او باكرتيز او الناس دي؟ هل كاتب المفهوم في سطرين زي ما انت كاتب الموضوع في سطرين؟ لا، ده كاتب كتاب عن الموضوع. طب هل محمد لو عايز يصلح لهم المفهوم زي ما انت بتقول او بتدعي، هل هيجي يكتب الموضوع في سطرين وكده الموضوع اتصلح؟ مش يا راجل يكتب، بلاش كتاب، صفحه يشرح فيها الموضوع، صفحه واحده يعني من القران يشرح، بدل ما قاعد عمال يتكلم على الحيض والنفاس ونكاح النمله المشركه، ما كل ده في القرآن، وضيع يعني صفحات كثيرة بيتكلم فيها عن هرتلة عبثية ليس لها، أو يقعد يشتم مثلا في واحد وقصيدة رتح، آيات بحالها وصفحة بحالها، عمال يا أبو جهل وأبو لهب وأبو أحمد، وتعالى يا ست وبتاع، وشايلني وشايلك، ويا نساء الرسول، ولما تخش بيت الرسول بخبط على الباب، وبحاجات بلاستيك ملهاش أي لازمة. طب وفر الصفح دي واكتب لنا كلام علمي طالما أنت عايز توصل تصلح المفاهيم. لكن الحقيقه ان هو لا صلح المفاهيم ولا هو كان عنده اي مفاهيم اساسا، يعني هو كان هي نفس الثقافه المنتشره في العصر وبيجي يقولها. هذا هو موضوع الجنين يعني. طيب انا بصراحه ما بدي اتم بموضوع الجنين، لانه بالفعل هرتله وكلام تافه الى بعض الحدود. يعني انا كان فكرتي بس نوضح شو العجز العلمي هذا. يعني بدي اسالك جورج، انا بصراحه يعني شغل دماغي يعني مسألة البول، يعني ما في أمة تشرب شخاخ غير الأمة الإسلامية يعني بالتحديد. هلا أنت طبيب وبتعرف إذا مثلا بدك، في كثير أمراض ممكن يعني من خلال تحليل البول ممكن تعرف أمراض، تعرف إذا المرأة مثلا حامل ولا لا، في أشياء كثيرة يعني مفيد فيها تحليل البول. البول شو هي مواده؟ يعني هل هو سام؟ صحيح انه مثلا فيه اعجاز مثل ما بيرددوا هالبهاليل هدول انه فيه بيقتل الفيروس سي وبيقتل فيروس بلوط وفيروس بلوط وكل الفيروسات هدول الشقيه هدول اللي ما بيقتلوا الا ببول البعير يعني. فيا ريت تعطيني بس هيك فكره علميه عن البول نفسه ذاته، شو فاته يعني، شو ممكن يفيد؟ تفضل. البول بيتكون في الكليه. بيتكون من ايه البول؟ اولا جزء كبير جدا منه ميه، لان الدم بيعدي في الكليه، فالميه بتترسب في الكليه، وبعدين الكليه بتحاول تاخد اكبر كميه من الميه تاني، وتسيب جزء تاني من الميه يدوب فيه بقيه المترسبات. ما هذه المترسبات؟ جزء منها املاح زائده في الجسم زي الصوديوم والكلورايد والكالسيوم والبوتاسيوم وكل هذه الاملاح الزائده في الجسم. جزء منه مخلفات سموم الطعام.
جزء منه حاجة زي اليوريا مثلا. اليوريا دي نتيجة تكسير البروتينات، لما بتاكل حاجة فيها بروتين وبتتكسر في الكبد نتيجة هذا تكسير البروتينات بيبقى فيه اليوريا. في حاجة اسمها اليوريك أسيد، دي نتيجة تكسير الأحماض النيوكليوتايدز بتاعة الأحماض الأمينية أو يعني الحمض الأميني، فهو بيبقى يوريك أسيد. هذه مواد طبعا سامة، يعني لو تم شربها دي مواد سامة، يعني جسمك تخلص منها اوريدي، او جسم الجمل او الحمار او البقره بيتخلص منها لانها زيادتها في الجسم سامه. فايه الدافع ان انت تشربها؟ يعني ليه بتشرب مخلفات الكليه بتاعت حيوان اخر؟ ماذا سيكون مفيد فيها؟ وبعدين المثل بيقول لك ايه، ادي الجمل وادي الجمال. يا عم انت بتقول البول بيشفي فيروس سي، طيب عندك ملايين الناس مصابين بفيروس سي في الدول العربيه، ما تشربهم بول ونشوف. خلي المستشفيات بتاعتك كده بدل ما هي عماله تستورد الادويه وتشحت الادويه من الدول الغربيه وتاخدها ببلاش وبتاع وتاخدها معونه، عبي انت بول لذيذ كده في المستشفيات وازايز حلوه كده، وشرب الناس اللي عندهم فيروس سي دي بول ونشوف. ليه المستشفيات الاسلاميه ما بتعملش كده؟ حتى المستشفيات الاسلاميه لا تفعل هذا الشيء، وحتى ان عملته بتديه مع العلاج، فده معناه ان العلاج هو المنوط به قتل الفيروس او التعامل مع الفيروس. ولكن هم اذا كانوا بيعملوا هذا الكلام فهو بس ايه، مجرد هذه السنه البلهاء المتخلفه عشان بس نفسيه الناس يعني، او التبرك بيه. اكبر دليل على اللي انا بقوله كان في فيديو عملته زمان في القناه القديمه، كنت بتكلم فيه عن اعجاز البول البعير زي ما كان بيتكلم عليه الافاق زفت هذا الزغلول الفشار. قال لك ان بول البعير يشفي الناس ومش عارف ايه وبتاع، وهناك الشركات الاستراليه والشركات الروسيه والشركات السويسريه بتروح سينا وتاخد بول الجمال وتعبيه وتعمل منه. طب يا عم اسمها ايه الشركات دي؟ مفيش اسم. طب ما هي الماده الفعاله الموجوده في البول الجمال اللي انت بتستعملها لقتل الفيروس؟ مفيش. طلعت واحده دكتوره اسمها فاتن في السعوديه جامعه الملك فيصل، وعملت بحث قال بتقول فيه ان البول الجمال بيقتل خلايا السرطان. في نفس الحلقه اللي كانت بتعرض فيها هذه الهرتله طلع وزير الصحه السعودي وكان رافض تماما هذا البحث، ورافض تماما ان الكلام ده يتقدم، وقال لها لا السنه او الاحاديث ان انت تشربي البول كده ايه طازه يعني، ودي حاجه للتبرك، لكن انت ما قلتلناش ايه هي الماده العلميه اللي في البول اللي عايزه تحطي ركبيها في دواء. فاذا كان يعني وزير الصحه في بلد زي السعوديه اللي هي من اكثر البلاد اللي بتنشر هذا الجهل، رفض ان هو ياخد هذا الكلام الفاضي ويحطه في ادويه، لان الكلام ده لو اي جت اي مؤسسه عالميه بصت عليه او بصت على الابحاث هتعرف على طول ان هو هرتله، فهو رفض تماما انه يدخل في اي ادويه او تمضي عليه وزاره الصحه. قال لها عايزه تشربين انت كده ايه شوب على الصبح كده حلو للبركه قشطه، انما هتحطيه في دواء بتاع لا الناس تاكل وشنا يعني مش منظر. بالضبط، احنا كنت اسالك السؤال شو المواد العلميه، وخصوصا مع هالباحثه هي انا شفت لها هي منقبه كانت اظن، ولا لبس نينجا اظن كانت. بالضبط. طيب بدي اسالك شو هلا انا نحن شفنا فيديوهات بمصر ما بعرف الصعيد ولا بصحراء مصر، ناس مسويه مزرعه جمال النساء بتروح مشان تحمل، وهي مشان ما بعرف فيروس السي ولا فيروس هالفيروسات، بصراحة أنا ما بفهم فيهم يعني، وشفناهم عم بيشربوا صح وهنا. شو الضرر برأيك جورج؟ ما في أضرار يعني، مخلف يعني مخلفات يعني شخاخ، واحد شو بدي أقول يعني شخاخ عم تشربه، إنسان عم يشرب شخاخ ما بيضر الجسم؟ طبعا بيضر الجسم يعني وخصوصا حيوان زي الجمل، الكليه بتاعته مصممه، الجمل يعني نتيجه ان هو نشا في هذه البيئه الصحراويه فتكيف مع البيئه على قد ما قدر، فاصبحت الكليه بتاعته قادره ان هي تركز البول جدا، البول بتاعه بيبقى مركز لانه ممكن يقعد ايام من غير ما يشرب ميه، فالبول بتاعه بيبقى مركز جدا ومليان بالسموم، يعني اكيد في اضرار واضرار مهوله، واكيد الناس دي بيظهر عليها اضرار، لكن الموضوع عامل زي نفس الهرتله بتاعت الافلام، عارف الافلام بتاعت زمان اللي هي يجي في قريه وتلاقي ايه الشيخ عم مولع البخور وبتاع، وتعالي يا ست انت عايزه تحملي ارمي بياضك وقشطه وبتاع، وخدي الحجاب ده حطيه في الميه واشربيه 3 مرات. ايه الدليل؟ طيب الطب اليومين دول
ما بقاش زي زمان. في يعني هذا الطب المتخلف اللي كان اسمه الطب العربي او الطب النبوي او الطب القبائل والكلام الفاضي ده، ده كان طب كده اللي هو ايه بالتجربه بيه. فانت ايه مثلا عندك مغص، شربت حلبه، فالحلبه عملت لك ريحت لك المغص، فبتروح تقول ابو احمد صديقك لما يبقى عنده مغص، ده انا على فكره اول امبارح شرب شويه حلبه فريحوني، اشرب لك شويه حلبه. هي دي كانت طريقه ممارسه الطب. لكن الطب النهارده اسمه evidence based medicine، يعني الطب القائم على الدليل. قبل ما تدي لحد اي حاجه لازم تبقى عارف، حاسب عليها كل الحسابات الدقيقه، عارف ايه الدليل بتاعها، ايه الماده العلميه، سلوكها ازاي بتتكسر في الجسم، ازاي بتخرج من الجسم، ايه هو تاثيرها. ما تقدرش النهارده تيجي اي شركه ادويه تخترع اي مركب وتقول لك اه المركب ده بيعمل كذا ولا يتم التجربه عليه. ده حتى دلوقتي بعد الدواء ما بيتم الـ FDA مثلا عندنا في امريكا، منظمه الاغذيه والادويه، لما بتصرح او بتسمح بدواء معين، بعد ما الدواء ده بيطلع بتقعد 10 سنين بتجمع بيانات بعد ما الدواء يكون اوريدي اتباع في السوق والناس بتاخده. ليه؟ لان في احيانا بعض الاعراض الجانبيه اللي ما بتظهرش الا تقريبا مثلا واحد في المئة الف وواحد في المئتين الف، وبتظهر في ظروف معينه. فانت لازم تقعد 10 سنين تجمع البيانات عن هذا الدواء بعد مرحله التسويق. ايه الحاجات الرير يعني الرير يعني الحاجه اللي هي النادره جدا، نادره الحدوث ولكن احتماليه حدوثها مثلا واحد في المئة الف. فلازم حتى يكون عندك معلومه عن الحاجه اللي احتماليه حدوثها من هذا الدواء تكون واحد في المئة الف او واحد في المليون. لازم يكون عندك معلومه بالموضوع ده عشان لما تيجي تدي دواء لواحد بعد كده تقول له على فكره الدواء ده هيعمل لك التاثير الفلاني، انا مديه لك الحاجه الفلانيه بس احتمال واحد في المئة الف ان انت يجي لك العرض الجانبي الفلاني. عارفه منين؟ لانه جربوه لمده 10 سنين بعد الدواء ما طلع وشافوا ان واحد في المئة الف بيحصل كذا. فالمريض لما بياخد الدواء بيبقى عارف حتى الاحتماليه الضعيفه جدا 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 ايه اللي ممكن يحصل، عشان لما تحصل يبقى عارف ايه اللي حصل بالظبط. هو ده الطب الحقيقي. لكن لما تيجي تشرب ناس بول جمال، ايه بقى بيعمل ايه بول الجمال؟ ايه اعراضه الجانبيه؟ انت جربته على كام واحد؟ بعد 10 سنين ايه النتائج بتاعته؟ مفيش نتيجه، المشكله ان مفيش نتيجه. هي ادعاءات بس. عشان البصمجي الجربوع اللي كان قاعد في الصحراء قال لك بيشفي وجع البطن يبقى بيشفي وجع البطن. هل هذا الجربوع كان يعرف ايه انواع وجع البطن؟ ولا هو وجع البطن وخلاص؟ ده راح قال له بطن اخويا وجعاه، قال له سقيه عسلا. هل انت عارف بطن اخوه وجعاه ليه؟ ما ممكن يكون عنده انسداد في المصارين، ممكن يكون عنده التهاب في المصارين، ممكن يكون عنده حاجه في الكبد، ممكن يكون عنده حاجه في الطحال. انت عارف ده ايه؟ لا ما اعرفش. والنتيجه ان هو كان بيفتي فتاوي ملهاش اي علاقه بالحقيقه. اديه عسل، اديه بول الجمال، اي حاجه وخلاص عشان نقدر مصلحه يعني. لا وفي النتيجه بقول لك صدق الله وكسرت بطن اخيك يعني. والراجل فعلا الراجل ما خفش في الاخر فاداني اتضايق، قال لك لا انا بقول كلام صح انتوا اللي بنتكلم. بدي اسالك جورج، يعني هلا مساله شرب الاشخاخ، يعني انا شفنا الهنود، ما بعرف بوزي هندوس ولا المقدسين البقر، عم بيشربوا شخاخ البقر، وهي شفنا بني يعرب كمان شربين شخاخ الجمال. فكره شرب الفضلات منين جاي؟ كيف اجت على الانسان؟ يعني ليش فكر فيها بالاساس؟ يعني مع انه شغله فطريه انه اي حيوان ما بيشرب مخلفات، خصوصا يعني الانسان، يعني انسان عاقل ويعرف انه المخلفات هي مضره اصلا. مخلفات لو مفيده كان الجسم محتفظ فيها. يعني اعتقد الموضوع بدا مع الجهله والمتخلفين في العصور السحيقه، ان هو دايما الانسان في هذه العصور كان عنده النوشن ان لو انا عملت حاجه انا مش قابلها، فزي ما يقول لك ايه، الدواء مر بس لازم اشربه. فهو كان متخيل، يعني الانسان كان متخيل في هذا الوقت ان انا لو عملت حاجه مش مقبوله قد يكون فيها الشفاء، لان انا جربت الحاجات المقبوله، جربت مثلا النباتات اللي بتطلع. ما انت تخيل برضو يا صديقي، يعني واحد قاعد في الصحراء، ايه المقاومات اللي موجوده في الصحراء؟ شويه نخل على شويه معيز على شويه جمال على شويه رمل، ايه تاني؟ مفيش اي حاجه تاني. فايه لما يتعب هيعمل ايه؟ هيدور على اي حاجه من الحاجات دي يداوي بيها تعبه. لما يجرب الحاجه المقبوله مثلا شويه بلح ولا بتاع ما عملوش نتيجه، طب نعمل ايه؟ ندور على اي حاجه مقرفه قد يكون فيها الشفاء. هي حظ يعني،
مثل الشغله اللي هو جهل بتخوف. مش حظ، يعني جهل بشع يعني. يعني والافجع افظع من ذلك ان اليومين دول بعد كل التقدم العلمي اللي احنا فيه وتقدم الطب الرهيب اللي احنا فيه، ما زال ناس مصممين زي زغلول النجار وجميع هؤلاء الكلاب ان انك تصدق كلام واحد بصمجي جربوع كان عايش في الصحراء من 1400 سنه. ده شيء مقزز جدا يعني. وبعدين طب ما يروح زغلول يشرب بول جمال، ما بيش عمرنا ما شفنا زغلول النجار قاعد في حلقه مثلا من الحلقات اللي بيعملها بيتكلم فيها عن الاعجاز العلمي وقاعد قدامه شوب بول جمل مشبر، ما شفناش يعني. يبقى يحلبه لنا كده قدام الناس ويروح واخد شواخد جمل كده قدامنا ويحط قدامه ويضرب الشوب المشبر، عمره ما عملها. لكن هو بس يقعد ينظر على الناس وعلى الغلابه. للأسف الشديد هو بيهمه بس جمع الثروة من الناس المغيبين إلى أبعد الحدود، يعني هذا همه الوحيد، ما همه لا دين ولا علم ولا شيء يعني أعتقد. اطلاقا طيب خلينا نروح على موضوع الدبان اللي بتغطى وفي بنص في جناح داء ودواء، يعني شو قصة الدواء الموجود يعني؟ انا اتحدى اي حد من الناس اللي بيشيعوا هذا الجدل ان هو يثبت لنا حاجه من الحاجات. طبعا تسمع بقى، يعني انا برضو كان ليا فيديو في القناه السابقه اللي اتقفلت عن موضوع الدبانه، ويطلع يقول لك كلام عجيب جدا ومفيش اي مصادر. يقول لك ثبت علميا في جامعه احد جامعات امريكا ان الدبانه تحمل مش عارف في الجناح مرض وفي الناحيه الثانيه اجسام مضاده للمرض. طيب ما هي اسم الجامعه؟ اين نشر البحث؟ ما هو سنة نشره؟ من القائمين على البحث؟ أي أسماء؟ أي بيانات؟ طب أنا لما أخش أدور على إيه؟ أدور على جامعة أمريكية نشرت بحث عن الدبانة؟ اللي هو إزاي يعني؟ يعني قول لي أسماء، طالما أنت راجل قريت البحث حط لنا لينك البحث نقراه معاك برضو يعني نستفيد طالما دي حاجة مفيدة. والحقيقة إنه كل ده بلح، مفيش أي حاجة من الكلام ده يرقى حتى إلى مستوى المناقشة مش مستوى الحقيقة. دبانة ايه اللي بتبقى شايلة داء في جناح ودواء في الجناح التاني؟ بتعمل بيهم ايه يعني؟ ايه الهدف؟ هي تطورية مثلا كدبانة شايلة دواء داء على جناح ودواء على الجناح التاني ليه؟ ماشية بيهم بتعمل ايه؟ ماشية توزعه وتوزع الدواء معاه يعني، ولا يعني ايه الهدف ان هي تبقى شايلة الداء والدواء في جناحين؟ وبعدين الجناحين دول مش هتطير بيهم؟ هرتلة فظيعة ومفيش أي دليل خالص، كلام فاضي كله يعني لا يرقى لمستوى الحقيقة. هي بتعمل غارات على الكفار، فلما بتعمل هيك بتلقي قذائف المدمر على الكفار، وبتعمل هيك بتلقي الورد والياسمين وكل شيء حلو على المسلمين، يعني على المؤمنين الحلوين. طب خلينا ناخذنا تعليقين ونشوف. في الأخ وائل عم بيقول مرحبا بمظلي الداس رامي الناس في دار، ما فهمنا ولا كلمة من طبعا. الأخ سال عم بيقول أحلى وأجدع رجالة، تحية لكم أختي الأحبة. هو فعلا العجز والغباء الجهلي في الإسلام دليل على تخلف قثم وأمته وأتباعهم. في الأخ شكرا سال، تحية كبيرة ليك. الأخ دوال مالك أظن طبعا ذكر لك آية كاملة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة مضغة ضغطة. يا رب في آية في الموضوع ده بيقول لك لقد خلقنا الإنسان من سلالة من صلصال كالفخار. يعني ايه صلصال كالفخار؟ ما هو الصلصال وما هو الفخار؟ الصلصال هو الفخار. يعني انا كاني بقول لك عملت الازاء العصير ده في ميه معموله من ميه كانها ميه. تخيل انت يعني هي ميه زي الميه بالظبط. يعني ايه صلصال كالفخار؟ يعني ما هو الصلصال هو الفخار. بزمانه والدي قال والله ساعتي عم تمشي مثل الساعة. بالظبط كده. يعني الساعة بتمشي مثل الساعة. أنا أصدقائي طبعا راح أفتح السكايب حالا وأشجعكم إنكم تتصلوا، وإذا كان في عندكم أي أشياء علمية خصوصا أصدقائنا المسلمين يعني علوا تقولوا لنا إياها، وعسى ولعل يعني نبعتها
جامعة أوكسفورد أو whatever، يعني من هالجامعات الكبرى في العالم، واحتمال تربحوا اليانصيب وتربحوا جائزة نوبل يعني. فصدقوني يعني، إذا فتحت القرآن ولقيت لنا شيء، معادلة كيميائية، معادلة فيزيائية، معادلة طبية، whatever يعني المنتوج العلمي الموجود في القرآن، وتجي تثبته، يعني صدقوني راح ترفع رأس الأمة الإسلامية إلى العلالي. جورج، نرجع لما انشق القمر ورجع، يا ريت يا ريت بس تحدثنا، يعني إذا انشق القمر هل القوانين الفيزيائية هي ما راح تأثر على الأرض؟ يعني هل من المعقول انشق القمر مثلا، انشق ولو مثلا صناطي، انشق انفصل عن بعضه، ألن تؤثر على القوانين الفيزيائية مثلا، جاذبية الأرض، البحار الموجودة، بتعرف المد والجزر والقصص هي كلها، من ما راح تأثر على دوران الأرض؟ تفضل. إذا قرأت هذه المعجزة، من أين أتى الصلاعمة بهذه المعجزة؟ من أحاديث 5 أفراد تقريبا أو 6 أفراد، منهم أنس بن مالك وبعض الأشخاص يعني لا أتذكر أسمائهم، لكن رشيد كان عامل حلقة كويسة جدا عن موضوع انشقاق القمر. وهؤلاء الأفراد لما تحسب عمرهم تلاقي معظمهم غالبا مع كلهم ال6 أفراد ما عدا واحد منهم، يا إما كان عنده 4 5 سنين وقت ما حصلت المعجزه، يا اما ما كانش لسه اتولد. فانت بتاخد شهاده واحد ما شافش حاجه، هو شاهد ما شافش حاجه، ناس بيحكوا معجزه ما شافوهاش. الحاجه الثانيه، ايه الهدف من المعجزه عموما في اي دين او اي حاجه؟ ايه الهدف من المعجزه؟ الهدف ان انت بتعمل حاجه خارقه للطبيعه قدام الناس عشان الناس يؤمنوا بيك. فايه الهدف ان معجزه تحصل ما يشوفهاش الا 6؟ يعني مفيش، هل لما محمد عمل الكلام ده كان فين؟ كان في مكة ولا كان في المدينة؟ اختلفت روايات الناس اللي رووا هذه، يعني الستة دول اختلفوا مع بعض في الروايات، واحد يقول لك مكة، واحد يقول لك المدينة، واحد يقول لك على جبل أحد، واحد يقول لك على جبل مش عارف مين. يعني حتى هم نفسهم الستة اللي رووا المعجزة، وبعدين يقول لك لقد شق القمر على عهد رسول الله مرتين، مش مرة واحدة، 2. طيب يا سيدي، مين شاف المعجزة دي؟ او ايه هدف المعجزه؟ مش ان الناس تؤمن. مين شاف المعجزه من اهل مكه او اهل المدينه؟ محدش، مفيش الا الستة دول اللي هم كانوا اطفال او ما كانوش لسه اتولدوا وقتها، مفيش الا واحد منهم اللي كان عمره تقريبا 14 سنه او حاجه، ولم يقبل في معركه بدر لان كان سنه لم يكن ينبت شعر عانته بعد، فكان عيل صغير يعني. ده الوحيد فيهم اللي كان سنه يعني يسمح ليه بان هو يروي شيء، لكن روايه طفل عنده 5 سنين لا تقبل يعني. هدف المعجزة ايه؟ ان الناس تؤمن. هل حد آمن؟ لا. طب ايه الهدف؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي شاف المعجزة دي عشان يقول؟ محدش. طب يبقى انت عامل معجزة في الخفاء، يعني انت عامل معجزة ومخبيها، ايه عاملها لنا مفاجأة مثلا عشان نيجي احنا بعد كده الناس هتكتشفها بعد 1400 سنة، ما عاملها لنا مفاجأة عشان تفاجئونا بيها؟ مش تعمل معجزة يا عم وتخلي الناس تؤمن. بعد كده بقى تيجي نشق القمر. هو شق القمر ده حاجة سهلة، وتسمع الروايات بيقول لك ايه؟ ورأينا القمر فلقتين، وكان يظهر الجبل من بين الفلقتين. القمر اتشق وبقى حتتين والجبل ظاهر من وسطهم، فيعني انشقاق كبير جدا. لو اهتز القمر بس، مش انشق، لو اهتز بس او يعني خرج عن مداره خروج بسيط، تبقى مصيبه للارض، لان حتى دوران الارض حول محورها ودرجه ميل المحور الارض وسرعه دوران الارض بيحكمها الجاذبيه بتاعت الشمس والجاذبيه بتاعت القمر. لو حصل اي حاجه في الكلام ده، محور الارض بنفسه هيختلف، هتبقى مصيبه على جميع سكان الارض. فلو كان فعلا رسول الله شق القمر في هذا العهد، لكنا سمعنا في جميع اقاصي الارض، كنا سمعنا حضارات حتى لا تسكن جنب الجزيره العربيه سجلت ان هناك في هذا التاريخ مصيبه حصلت. ان هناك مثلا فيضانات حصلت او تسونامي، مفيش اي ذكر لاي حاجه. فهو يعني شقه ومن غير ما يكون ليه اي تاثير على الارض. يعني كلام فعلا خزعبلي بشكل رهيب. ايه الدليل طيب ان هو اتشق؟ يقول لك ناسا شافت اخدود في القمر، القمر مليان اخاديد على فكره، اي اخدود منهم؟ وفي الاخر خالص طلع قال لك ناسا، علماء ناسا قد سخرهم الله، ده طبعا زغلول الفشار، قد سخرهم الله ليصرفوا ملايين الدولارات عشان يروحوا يشوفوا شق القمر. طب يا عم خش على موقع ناسا، مفيش الكلام ده. لدرجه ان استضاف رشيد احد رواد الفضاء على سكايب،
نيل ارمسترونج وساله انت كتبت الكلام ده قبل كده؟ قال له ذيس از هوبليسلي كونفيوزد. انا ما قلتش الكلام ده ولا عمره طلع على لساني، وانا مش عارف مين اللي كونفيوزد اللي مختلط عليه الامر اللي بيقول الكلام ده. فيعني هي فضايح بالجمله. بس كل ده ليه؟ عشان نثبت ايه بتقول لك اقتربت الساعه وانشق القمر. حتى المفسرين نفسهم اختلفوا، اللي يقول لك اه لا اقتربت الساعه وانشق القمر يبقى الكلام ده هيحصل يوم القيامه، واللي يقول لك لا الكلام ده حصل، واللي يقول الكلام ده لسه هيحصل، واللي يقول الكلام ده بيحصل. طب انتوا يعني اتفقوا مع بعض الاول وبعدين تعالوا كلمونا في المعجزه. للأسف الشديد الهرتلات هي هرتلات جورج يعني. بس أنا بدي أفهم يعني انشق القمر ورجع لصقه، أنا بدي أفهم شو هالمادة هي الكيميائية اللي مثلا ألتيكو، شو هو يعني المادة اللاصقة اللي خلى القمر بهالحجم هذا؟ يعني القمر أقل شيء بحجم من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إذا مساحة الولايات المتحدة، يعني إذا جيت تلصق فيها بدك كميات من البراميل اللاصقة، يعني تحط في نص القمر حتى تلصقه. هي مادة صلعمية اسمها المادة اللاصقة للقمر، مادة القمر اللاصقة. هي صلعمية يعني، كانت من إنتاج شركة محمد في شبه جزيرة البهائم. شركة محمد لإنتاج الأدوية النظارات الغذائية يعني. طيب معنا اتصال من الأخ جانو. أخ جانو أسفين للتأخير، تفضل. لا حبيبي عادي. الأخ دكتور جورج منورنا اليوم. مرة ثانية القرآن طبعا بالنسبة لإنشقاق القمر، في كتير ناس ما بيعرفوا انه في كتير كائنات حية الحياة دورة الحياة تبعها يعني تعتمد اعتمادا كاملا على القمر، خاصة الكائنات البحرية. اذا القمر ما بتكون موجود ما في تكاثر، ما في هيك اشياء، فكيف انشق القمر ولسه هذه الحيوانات باقية؟ يعني هذا اولا. ثاني شيء، ليش القرآن يذكر انه في جن؟ هذا الشيء اللي في الغيب ولا حدا بيقدر يشوفه، ليش ما ذكر الديناصورات والكائنات الثانيه اللي تعيش في مثلا في استراليا مثل الكانجر؟ هذا هو بالنسبه لمداخلتي، وشكرا كثير لان دكتور جورج غني عن التعريف، وشكرا لاستضافتي. شكرا كثير جانو. طبعا جانو راح يكون معنا يوم الاثنين في حلقه خاصه بجانو الساعه 8 مساء توقيت لندن. انا بشكرك كثير جانو حبيبي انت. طيب الاخ سال بعث لي اي اعجازيه، بصراحه انا بدي احاول اقراها يعني، وانا ماني قرانها من قبل، فقراءه اول مره يعني، احتمال تصير اخطاء املائيه، واعتذر من آلهة الآلهة يعني لسوء القراءة إذا كان في يعني شيء من هالقبيل. طيب خلينا نقرأ الآية، سورة الآيفون. الآيفون وما أدراك ما الآيفون، والبطاري المشحون، البطارية يعني، هي أنا مفسر، أول مفسر لهذه الآية. أن يرد الله يهلك بطارياتكم فما أنتم متكلمون. أفي نعمة الله لا تشكرون. إن أنزلنا على بني آدم الواتس أب وليكلم بعضهم بعضا أفلا يذكرون. ماتيتهم يعني أسفين جماعة المقدس من تطبيقاتنا إلا كانوا لها مقرصنون. لقد أتينا ستيف جوبس من العلم ما ستيف جوبس هذا صاحبنا كان إيه؟ ما كنتم وآباكم مدركون. إذ قلنا لي أخي سأل، أنا بصراحة عاجز عن القراءة، يا ريت تتصل أنت وتقرأ لنا المعجز هذا برأيك يا جورج. يعني هلأ يعني لو كان بالفعل إله وهل الحكي الفاضي هذا،
يعني لو نزل آية مثل آية الآيفون هاي، ألا أن تكون عجزا بكل معنى الكلمة؟ يعني السؤال حلو يعني، يعني حتى قبل الايفون يعني، يعني ما كانش حتى الحاجات اللي اتكلم عنها لم يشرحها ولم ياتي فيها باي جديد ولم يقول عنها اي شيء، يعني كلام فاضي كله. حتى مع معجزه انشقاق القمر ليه ما كتبش كلام واضح يا جماعه، يعني يا ايها المؤمنون انا شققنا القمر وانا له للاصقون وانا عليه لمش كده، يعني يشرح المعجزه مش في كلمه واحده اقتربت الساعه وانشق القمر وكده دي بقت معجزه. يعني ايه بقى؟ طب هل انشق اقتربت الساعه ولا قبل ما تقترب الساعه؟ حتى الكلام نفسه مش واضح، الكلام نفسه محتاج تاويل وتفسير وتفسير ابو مسيد وتفسير ابو احمد وتفسير الحاج سيد وقاعدين بقى مع بعض على المصطبه. ايه بقى؟ فين الايه؟ فين المعجزه؟ ما تشرحها لنا يا سيدي. يعني الجماعه اليهود اللي كتبوا قبلك لما كتبوا مثلا قال لك موسى بقى، وبعدين تصوير الجرافيك البطيء بقى اللي هو مسك موسى بقى العصايه ورفع العصايه وضرب البحر بالعصايه فانشق البحر مش عارف ايه، في شرح المعجزه سرد للمعجزه يعني. انما انت اللي هو فين سرد المعجزه؟ قول لنا طب حصلت امتى؟ حصلت ايه؟ الساعه كام؟ كان مين اللي موجود ساعتها؟ حصلت في اي مكان؟ لكن اقتربت الساعه وانشق القمر وروحت. طيب في عندي الأخ وائل عم بيقول: يا أطفال، يوجد دليل كبير على أن النبي محمد صلى الله بطخه شاهدوا. طيب محمد هو واحد، أنا بعرف محمد هو شخص واحد، يعني شاهد مو شاهدوا، أو صحيح شاهدوا كوكب المريخ من وكالتنا، شاهدوا فعل أمر، شاهدوا كوكب المريخ من وكالة ناسا، ستجدون اسم النبي محمد موجود، وهذا عنوان الفيديو، وإن لم تؤمنوا فأنتم أغبياء. حلو، تفضل. حلو حلو جدا، ما طرح خزعبلي رهيب. أولا يا سيدي، ما هو الهدف إن إلهك يحط اسم محمد على كوكب المريخ؟ المفروض إن محمد ده هو آخر الأنبياء للعالم جميعا، فهل مثلا الهك بعت محمد لبتوع وكاله ناسا بس عشان يشوفوه؟ طب الناس اللي مش قادره تشوف المريخ تعمل فيه ايه؟ تؤمن ازاي؟ ما هو الهدف من وضع اسم محمد على كوكب المريخ؟ ثانيا، هل الفيديو اللي انت جايبه ده جاي فعلا من وكاله ناسا؟ اتحداك، لان الكلام ده فعلا لو كان موجود في وكاله ناسا كان كل العالم سمعوا عنه وجاب جميع الوكالات الانباء، لكن ما حصلش. فانت جبت منين الفيديو ده؟ يعني كلام خزعبلي رهيب. يعني ان لم نؤمن فاحنا بقى اللي خسرانين. طب يعني طب هات حاجه محترمه نؤمن بيها. ايه الهدف ان الهك حاطط اسم محمد على كوكب المريخ؟ يعني هو في كائنات مثلا قاعده على كوكب المريخ الهك بيقول لهم ان محمد؟ طب ما تكتبه في الارض يا سيدي، خلي كل الناس تشوف. يعني انا اظن سمعت القصه، اظن سمعتها من سيد القمني، انه في شخص عم بيقول: يا اخي طيب ليش هلفوا الدوران؟ خلي بوضح النهار يكتب أنا إلهكم في هالسماء. هل هو عاجز يعني عن المسألة هي؟ يكتب أنا إلهكم وخلصت الحكاية، يعني ما في ضروري هاللف والدوران. على كل، معنا اتصال من الأخ سال مشان يقرأ لنا الآية الكريمة. تفضل سال. جاوب رأيت؟ أنا لم أرى بصراحة، يعني رأيت إنك لا تستطيع سورة عجازية. صراحة أنا عجزت، فهل أفحمتنا يا مولانا؟ على رسول قال سبحانه وتعالى بإذن سام لينكن سورة الآيفون. الآيفون وما أدراك ما الآيفون. استنى نحط الصورة على الشاشة، خلي الأصدقاء يتابعوا معنا كمان الصورة. يعني دقيقة واحدة أطالع الصورة على الشاشة. أين أنت يا صورة الآيفون؟ أها، وهي الصورة. هل أنتم تجزون أيها المؤمنين؟ يلا تفضل. هل النبي جورج جهز؟ اقرأ هاي صورة الآيفون. بسمي أنا الرحمن الرحيم. صورة الآيفون. الآيفون ما أدراك ما الآيفون والباتر المشحون. إن يرد الله يهلك بطاريتكم فأنتم متكلمون. أفنعمة
تشكرون إنا أنزلنا على بني آدم الواتساب يكلموا بعضهم البعض أفلا يذكرون ما أتيتهم من تطبيقات إلا كانوا لها مقرصنون لقد آتينا ستيف جوبز من العلم ما كنتم وإياكم مدركون إذ قلنا لستيف اضرب بعصاك فإذا هو آيفون مكنون رحمة ربك يتيها لعبادهم الذين هم به لا يشركون يا أيها الذين آمنوا إن الجالكسي رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون لا تكونوا كالذين اتخذوا الشيطان وليا والأندرويد هم مستعملون أولئك طمسنا على قلوبهم وهم في الآخرة خاسرون شكرا كثير لك شكرا كثير لك تفضل تفضل صدق الله أكيد 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 رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أتحفنا أتحفنا بمعجزاتك الحب والترام الشديد لك وفي قلبي جورج وكل المستمعين تحياتي شكرا شكرا سهل شكرا على القراءة الـ شو بيقولوا له جاز يا أخويا أخويا القراءة القراءة المبينة وتعبر من ذكر الحكيم حكيم جدا للأسف الشديد طيب عندي بس في أخ كمان أظن كان سائل سؤال عم بيقول هل نسبة حدوث خطأ في منظومة الكون مستقبل واردة أم لا إن كانت واردة فهل يعني ذلك نهاية هذا الكون في أي لحظة ممكنة تفضل الموضوع أكبر من يعني مما هو حتى مفهوم دلوقتي يعني حتى الآن ما زال العلماء بيحاولوا يعني يفسروا بداية الكون فبيقولوا إن بعض نظريات الستريم ثيوري بيقول إنه قد يكون هناك أكوان متعددة يعني مالتيفيرس ثيوري إن احتمال يكون في أكوان تانية وإحنا بس الكون بتاعنا ده مجرد حبة على الرمل حبة رمل على الشط من مقارنة بباقي الأكوان اللي موجودة احتمال خطأ يعني الموضوع ده من أكبر الأدلة اللي ضد فكرة وجود إله ينظم الكون لأن الكون يعتبر يعني إذا نظرت أنت للكون لو أنت ريحت نفسك شوية بس وخدت كده نفس عميق ودش بارد وقعدت كده تتفرج على الكون إيه اللي بيحصل في الكون؟ حاجات عبثية رهيبة حاجات بتخرج عن مجراتها وتخرج عن مداراتها وتروح تصطدم في حاجات تاني أجسام كبيرة وأجسام صغيرة نجوم كبيرة ونجوم صغيرة نجوم بتتولد ونجوم بتموت الثقب الأسود وغيره كل دي حاجات لو في فعلا إله قاعد بينظم الحاجات دي ليه سايب كل هذا العبث يحصل ولو هو فعلا يعني خالق الكون عشان في الآخر يخلق الأرض عشان في الآخر يحط عليها الإنسان عشان في الآخر يخلفه ليه ما حطش الإنسان في جزء كبير من الكون؟ يعني ليه جايب في الآخر الأرض اللي هي يعني لا تذكر بجانب حجم الكون وقاعد بقى عمال يدير حياة الناس دي بقى اللي هو إيه؟ لا أنت تنام في الحتة الفلانية وتحط صباعك ما عرفش فين وتغسل صباعك إزاي وتحط بقك فين وبتاع وسايب كل الكون ده وليه خلقه طيب؟ يعني إيه الهدف إن أنت تخلق كون فسيح بالمنظر ده عشان أنت في الآخر عايز تقعد تركز في الأرض والإنس والجن اللي خلقتهم على الأرض وتقعد وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون يعني أنت يا راجل فاشل للدرجة دي وعندك صغر نفس بالطريقة دي إن أنت مش لاقي حاجة تعملها في حياتك غير إن أنت تخلق ناس يقعدوا يعبدوك ويقعدوا لك أنت حلو وأنت جميل وأنت طيب وأنت كويس وأنت بتاع طب إيه يعني ما تمت يعني شوف حالك أنت خلق كون فسيح يعني يقعد كده يعني العب يعني ام فيديو جيمز مثلا احنا لك ام مصلحه قضيه سايب كل حاجه وعايز كل في الاخر من الناس ان هم يعبدوك انت مش حاسس ان انت كويس مثلا فعايز الناس يقولوا لك انت حلو بصراحة جورج يعني بالفعل مثل ما قلت يعني ممكن يعني كان كتير بكل سهولة ممكن كان بالشفرة الجينية يعني يحط انه ناس تعبدك بالغريزة وخلصت الحكاية يعني ليش معذب حالك يعني او يعني يعني ليه الموضوع الايمان يعني انا موضوع الايمان ده عمري ما يعني ما فهمته انت لازم الايمان ما هو الايمان بالتعريف المسيحي مثلا بتعريف بولس وده يعتبر افضل تعريف الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى طب ايه الهدف يعني ليه انت عايزني اصدق في حاجه انا مش شايفها ليه انت عايزني اعتقد شيء انا ما فيش عليه اي دليل ايه الهدف يعني ما هو الهدف من الايمان يقول لك امتحان للبشر طب ليه الامتحان طالما انت عارف كل شيء يعني انت عارف نتيجه الامتحان من قبل ما تمتحنه
كأن واحد بيتفرج على فيلم هو شافه قبل كده 10 مرات، وكل مره عايز الاحداث تختلف، ما انت شفته قبل كده 50 مره، يعني انت كإله عارف المستقبل، فالموضوع بالنسبه لك كأنه فيلم معاد. فانت بتمتحن الناس ليه ما انت عارف النتيجه؟ ايه الهدف من الامتحان يعني؟ ايه الهدف من اي حاجه انت بتعملها طالما انت مسبق العلم؟ فانت ما فيش اي حاجه بتعملها ليها اي هدف، لان انت في الاخر عارف النتيجه. طيب على كل حال نحن تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة جورج، بقيان 5 دقائق، راح أخذ بس تعليق بسيط من الأخ مستر بلاك، بيقول أشكرك صديقي على الحلقة الرائعة وتحياتي للضيف الرائع. ما في شيء اسمه إعجاز علمي أبدا، كله يتناقض مع العلم، ما بعرف ليش المسلمين مصرين عليه. طبعا الاخ وائل رجع سمانا بالاطفال، عم يقول يا طفل اشكر الله لانه اعطاك مناخير وفهمني نتكلم بهذه الطريقه المخله بالحياء. طيب انا بصراحه يعني ما بعرف مين اعطاني المناخير، اظن ابو رجلي مسلوخه، يعني هو اللي اعطاني المناخير مو ربك، واثبت لي انه ابو رجلي مسلوخه هو ما اعطاني المناخير يعني. جورج أنا بتشكرك كثير، إذا في كلمة أخيرة بتحب تقولها بمناسبة العجز العلمي هذا والتفاهات هاي، إذا بتقدر تقول كلمة للمسلمين خصوصا يعني بهالمناسبة هاي تفضل. أنا عندي تحدي للجماعة المؤمنين، طالما أنت مقتنع أن أنت عندك إعجاز علمي وكهذا الكتاب جاء به رسول من عند خالق الكون، حلو كده، وانت عندك اعجاز رهيب فيه واعجاز علمي ومحدش قادر يثنيك عنه، يعني كل ما نقول لك الدليل ترجع تقول لنا لا هو اعجاز علمي. طب حلو، ما هو الهدف من الاعجاز العلمي؟ ان انت تتحفنا بمعجزه جديده لم ياتي بها العلم بعد، مش تقعد تستنى لما العلم يجي وبعدين تقول لك ايوه بس كانت موجوده عندي. فايه رايكم جماعه الاعجازيين واللي عندهم اعجاز، زغلول النجار وهيثم طلعت والناس الحلوه دي كلها، يقعدوا مع بعض يمسكوا كل القرآن وكل الأحاديث وكل التفسيرات وكل السنة النبوية كل شيء ويطلعوا لها ويطلعوا لنا منها دلوقتي إعجاز لم يصل له العلم بعد، إيه رأيهم؟ طالما في إعجاز وأنت مصمم إن في إعجاز خلاص حلو جميل، ما تستناش العلم يطلع لك حاجة. تعالى يا سيدي إحنا عندنا مشاكل جامة في هذا العصر الذي نعيش فيه، في حاجات كتير جدا لم يصل لها العلم بعد، في حاجات كتير جدا ما زلنا بنحاول إن إحنا نوصل لحلول ليها، في امراض مثلا مستعصيه رهيبه كتير جدا، فيروس زيكا، فيروس اتش اي في، فيروسات كتير، امراض كتير جدا، ما امراض الجينيه ما اكثرها، ترايزومي 21 وترايزومي 18 و13 وغيره وغيره، البلع المغول، الاطفال اللي عندهم مشاكل جينيه بتعمل لهم عيوب جسديه، الفوكوميليا والجاستروسكيسيس والهارد افكتس كلها. ايه رايكم تطلعوا لنا من القران اعجاز علمي يحل مشكله من المشكلات دي، وساعتها هنيجي انا وجان نبصم بالعشره ان انتوا عندكم اعجاز. اذا استطعتم فعل ذلك فان هناك فعلا اعجاز حقيقي واحنا اسفين على اللي احنا بنقوله. لو ما عملتوش كده ما نسمعش حسكم بقى. مش عايزين وش. لانك كون ان انت تستنى ان الناس يجوا يعملوا حاجه وتاخد تعبهم وتيجي يقول اصلا كانت موجوده عندي، اصل في كلمه معناها ثم قبل ليس. وبما ان ثم قبل ليس اذا هناك اعجاز علمي. انا ما استفدتش حاجه يا صديقي. انا استفدت من احفاد القرده والخنازير لكن ما استفدتش منك انت حاجه، فانت خير امتي اللي خرجت للناس يا سيدي، فدنا بحاجه، انفعنا بحاجه واحده ابوس ايدك يعني بصراحه هلا البحث الفيزيائيين خصوصا يعني يتهافتون على مساله نظريه تعدد الاكوان وال بسموها نظريه الحبال الكونيه، و يعني يتهافتون الفيزيائيين العلماء على هالنظريه، وكله من كل انحاء العالم طبعا ما عدا العالم الاسلامي. فيا ريت يعني يا ريت انه يا اخي عم بيعذبوا حالهم عم بيدفعوا مليارات، تعال افتح القران وطالع لنا يعني حل هالموضوع هذا ونخلص، مشان تقولوا انه العرب المسلمين اصحاب حضاره لازم تفعل هيك، تفتح القرآن وطلع تقول بدل ما تعذبوا حالكم هاي الكلمتين وخلصت الحكاية يعني. انت ليه تستنى لما الناس تقول الحاجة يا سيدي؟ يعني انت بتقول لك قال لك البيج بانج موجودة في القرآن، عرفت منين يا عم؟ قال لك ان كانت السماء والأرض، السماوات والأرض رتقا ففتقناهما. يعني طب ايه معناه ايه الكلام ده؟ قال لك ان الحجاز البتنجاني اهو بقى الانفجار العظيم.
طب ليه استنيت لما الكفرة والملاحدة يجوا يشوفوها ويجي الاثنين العلماء اللي في نيوجيرسي يرصدوا المايكروويفز اللي الكونية، ويجي ناس يصمموا أجهزة وناس يصمموا تلسكوبات عشان يعملوا كل ده، عشان انت تيجي في الآخر تقول لك اه اصل كانت موجودة عندي، اصل طب ايه دليل؟ اه كانت الرتقن في فتقناهما. طب ما قلتش ليه يا عم من زمان؟ كنت هقولها قبلك. كنت مخبي علينا، عملها لنا مفاجأة مثلا، كفانا مفاجأة تزيد، فاجئنا كتير يعني، الصندوق فتحناه واتفاجئنا من الكيس كتير، هات لنا حاجة ما نتفاجئش بيها بقى. هات لنا حاجة عشان لما يجي العلماء الكفرة والملاحدة يكتشفوها بعد 10 سنين تقول لهم لا ما انا قايل لكم عليها من زمان، مش اللي اه كانت عندي بس انا كنت مخبيها، عملها لكم مفاجأة. للأسف جورج، للأسف يعني صحت الخرافة صورة الكهف. بصحتك بصحتك جورج، يعني للأسف الشديد الخرافة ما لها أجنحة تطير فيها يعني، والخرافة خرافة، والتفكير الخرافي بيتم خرافي مهما جملته ومهما زينته، خرافة هي خرافة. ومثل ما بتعرف جورج يعني نحن حاولنا كثير إنه نتواصل مع الأخوة المؤمنين وسوينا برنامج وتعالوا ناظرونا، ولكن لا حياة لمن تنادي يعني، وأنت أكيد مريت قول بهذا. للشاب اللذيذ اللطيف اللي عمال يكتب لنا في ايات ويقول لنا اطفال وبتاع، طب يا سيدي اعتبرنا من اطفالك وتعالى فهم، تعالى نتناظر وجها لوجه كده وفهمنا غلطنا فين، يعني احنا ما عندناش مانع ان احنا نكون غلطانين ونطلع غلطانين، يعني تعالى فهمنا غلطنا، خلي عندك جرو ا بير كده، بير اوف بالز، خلي عندك كده شويه رجوله وتعالى ناظرنا، انا من منبر جان هنا ومن اي منبر اخر انا اتحداك في مناظره علنيه، اتفضل، بدل ما انت قاعد تكتب لنا الشات الهرتله اللي انت قاعد تكتبها وعرفنا بيها. بالضبط بالضبط، وانا اتحدى يعني اتحدى اذا كان رجل ودينك دين حق تعال اثبته في مناظره وقدام كل الناس انه دينك دين حق، والا يعني عدم المؤاخذه يعني ورجينا عرض كتافك يعني مثل ما بنقول بالسوري. على كل حال انا بتشكرك كثير جورج على هالوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه من وقتك، وشكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا جورج. شكرا 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 حبيبي، شكرا، إلى اللقاء أصدقاء، إلى اللقاء.